مرحبا بكم في رواق الزاويه فاكتوري. دونك هذا الرواق ان شاء الله جا مور افتتاح ديال الزاويه. هذا الورشه ديالي، كانت عندي ورشه في الطابق الرابع، كنت دائما كنحلم بشي ورشه اللي كتصوبها اون طونك ورشه. يعني هذا بالنسبه لي ليه هذا سي ان شوغوم، ورشه كيجمع فيها كل شيء، يعني بحال اللي كنجمع فيها العالم ديالي كامل. او ميم طون بغيت يكون ان اسباس بارتيسيباتيف، يعني ان اسباس اللي نقدر تعبر فيه على كل شيء. نقدر نخدم فيه الحديد، نقدر نخدم فيه لي كغون فورما، نقدر نخدم فيه بزاف د الحوايج. الحاجه اللي ما كانتش كتمكن لي في الشقه ولا في دونك هذا اساس صوبته على اساس يعني رواق صوبته باش يكون يعني البلاصه فين نغسل لي بانسو، البلاصه فين نعلق. يعني ركزت فيه على الحاجه اللي كان على المحتاجات ديالي ديك عليها وبسلامه. او ميم طون يعني قريب في وسط المدينه، وكيقدر الناس كل شيء يتعرفوا بالفن التشكيلي. اليوم كيتحقق حلم، فريمون حلم كثير انا كان عندي باش ندير اناتولي هكذا. فهاد الحمد لله حققت كاع داكشي اللي كنت باغيه. هذه تقريبا اكثر من 10 سنين وانا في الميدان، وكان عندي الحمد لله لاتوليه الاخر اللي كان عندي مزيان وضاوي، ولكن هذا يعني كيتيح لي نقدر ندير واحد يعني دي بلو كغون فورما. نقدر نمشي حتى ل 6 مترو ديال اللوحات، نقدر عندي 5 مترو ديال هذا. اللهم لك الحمد. جو بو فيغ يعني كاع سي فغي كو المكان اللي كنت كنحلم به. اذا في هذا المساء حنا كنتواجدوا في هذا الفضاء فاكتوري ديال النجوى اليتمي، وهذا الشيء جميل جدا، لان الفضاء كي بحال اللي نقولوا شي حاجه فريده من نوعها بالنسبه لطنجه، وغني بكل ما كاين بالاعمال. و إذن هذا الشيء كيفرح خصوصا في ميدان الفنون التشكيليه، محتاجين بزاف في هاد الفضاءات هادو، واللي كيجمع الفنانين والمثقفين وكيعطي واحد الدفعه جديده لمدينه طنجه. كما كتشوفوا حنا اليوم في افتتاح المرسم الجديد للفنانه نجوى الهيتمي. اولا كنبغي نقول لنجوى فيليسيتاسيون، وبغي نقول لها ايضا شكرا على الدعوه، طبعا بحضور مجموعه ديال الفنانين التشكيليين السينمائيين ومثقفين ايضا. اعتقد ان الافتتاح ديال المرسم ديال نجوى الهيتمي اليوم هو افتتاح ديال مجموعه من ابواب الفن، ونقدروا نسميوها ابواب الفن والسلام والمحبه. نجوى الهيتمي فنانه تشكيليه مغربيه، طبعا كنفتخروا بها بزاف، كنعتزوا بها بزاف. ونجوى دائما عودتنا على الاعمال التشكيليه اللي كتنطلق دائما من عالم الالوان وعالم الريشه. وفي هذا المرسم هذا اكتشفنا مجموعه ديال اللوحات.